شيء متعب ومرهق، خاصة إذا كان ساعات طويلة. لكن الأصعب والأتعب هو يكونوا معنا أطفال صغار ما عارفين شنو هو الصفار، كيتعبوا دغيا، كيعياو، كيملوا، وأحيانا كيقدروا يصبحوا مصدر إزعاج كبير لنا وحتى المسافرين اللي معانا. فاليوم ان شاء الله غادي نهضروا على السفر مع الاطفال، كيفاش نقدر نستمتع برحله هادئه بدون مشاكل واخا معايا اطفال صغار. الا كيهمكم هذا الموضوع بقاو معايا. السلام عليكم، معكم حنان من قناه شهد، هي قناه خاصه بالامومه والطفوله، غتلقاو فيها بزاف ديال الحاجات المفيده في ميدان التربيه. فاذا كنتم من المهتمات بهذا المجال هذا، امهات او حوامل او فقط كيعجبكم تستافدوا بحال هاد المواضيع، ضموا لينا وضغطوا على الزر الاحمر اللي كاين تحت صابوني. الى عجبكم موضوع الفيديو عملوا جيم باش تساعدوا على الانتشار وباش يوصل المحتوى لاكبر عدد ديال الامهات المهتمات. كملوا الفيديو. اذا اول حاجه هي فتره التهيئ النفسي قبل موعد الرحله، يعني قبل ما نكون غادي نسافر بواحد الاسبوع او بواحد جوج ديال الاسابيع نبدا ديك المرحله ديال التهيئ النفسي مع الاطفال ديالي. كيفاش؟ اول حاجه نتكلم لهم على المكان اللي غادي نسافروا ليه. مثلا الا كنت غادي نمشي عند افراد العائله نتكلم لهم على ديك العائله هذيك، نشوقهم انهم يزوروهم. الا كنت مثلا غادي نسافر المصيف او لشي مكان ديال الصيف مثلا البحر او شي حاجه، نوريهم الصور ديال ديك المكان، نوريهم فيديوهات، نخليهم مشتاقين لانهم يوصلوا لذاك المكان هذاك. وكذلك نتكلم لهم على الوسيله ديال النقل اللي غادي نستعمل، سواء كنت غادي نسافر في الطائره او في الحافله او في السياره او في القطار. نتكلم لهم على هذه الوسيله هذه، نوري لهم الصور ديالها، نتكلم لهم على المده اللي غادي نبقاو جالسين فيها، في يعني المده ديال الرحله، ونتكلم لهم على السلوك اللي انا كنتظره منهم، على السلوك اللي انا كنتظر من الاطفال ديالي في هذيك المده ديال السفر، ديال انهم خصهم يبقاو جالسين، ما نزعجوش الناس اللي حدانا، خصنا نصبروا شويه باش نوصلوا الى اخره. فكيكون واحد التهيئ نفسي باش الطفل كيكون عارف شنو كيتسناه وما يتفاجئش، ويكون يعني مهيئ نفسيا قبل. النقطة الثانية وهي اختيار توقيت مناسب للسفر وتجنب السفر في فترة مرض الطفل، او لا مثلا في الفترة مثلا اللي عنده فيها شي تلقيح معين، او لا مثلا عنده مشاكل ديال الاسهال، مشاكل ديال القيء، ارتفاع درجة الحرارة، مشاكل ديال التسنين، كاع هاد الفترات هذه الصعبة على الطفل نتجنب ما امكن انني نسافر فيها الا قدرت. يعني الا كانت عندي القدرة انني نتحكم في التوقيت اللي غادي نسافر فيه، فنختار الايام اللي يكون الطفل ديالي بصحة جيدة، يكون المزاج ديالو مزيان. كذلك الى اضطريت انني نسافر والطفل ديالي مريض، او لا مثلا عنده ارتفاع درجه الحراره، ضروري جدا ناخذ معايا جميع الادويه اللي نقدر نحتاجها، كذلك المضادات الحيويه اللي مثلا ما نقدرش نلقاها في المكان اللي غادي نسافر ليه، خاصه الى مثلا كاين الناس اللي كيسافروا مثلا المدن او يعني الاماكن اللي ما فيهاش صيدليات كبيره، اللي ما نقدرش مثلا نلقى انواع ديال الادويه اللي كنعطيها للطفل ديالي. فضروري ناخذ واحد الحقيبه صيدليه نحط فيها كاع الادويه اللي غادي نقدر يعني يحتاجها الطفل ديالي. كذلك خافض الحراره يكون عندي في الحقيبه اليدويه ديال السفر، خاصه بالنسبه للامهات اللي كيستعملوا الطائره في السفر، يعني كيسافروا من بلاد لبلاد وغادي يستعملوا الطياره، ف الضغط ديال الطائره احيانا كيرفع درجه حراره الطفل، خاصه الا كان في العامين الاولى، فضروري خفض الحراره يكون عندي. ثالثا التحضير البدني الجيد. شنو كنقصد بالتحضير البدني؟ يعني الجسم ديال الطفل ديالي يكون مستعد انه يسافر. كيفاش؟ باول حاجه ياخذ قسط وفير من النوم والراحه، ثاني حاجه ياخذ واحد الوجبه مشبعه كتعجبو، يقدر ياخذها مزيان ويشبع قبل واحد الساعه من موعد الرحله. انا شخصيا دائما كنختار السفر في الساعات الاولى ديال الصباح، انا كتكون بنتي نعسات، يعني خدات واحد الساعات ديالها ديال النعاس والجسم ديالها مرتاح والكانه ديالها يعني عندها الكانه بحال اللي كنقولوا. ماشي في العشيه، العشيه جربت مره واحده سافرت مع شاهد في العشيه، ما نقولكمش ما بغاتش تجلس، ما بغاتش تسكت، بغات نوض، عيات، ملات. لكن في الصباح ملي كنسافر معاها الحمد لله كتبقى يعني كتكون هادئه، يعني يعني الله البدايه ديال اليوم، فكيكونوا باقي عندهم الخطر، باقي عندهم الطاقه، باقي قادرين انهم يصبروا. فدائما يكون الطفل شابع نعاس، يعني خدا حتى الى اضطرينا اننا نسافروا في الليل يكون خدا ديك القيلوله ديالو، يكون خدا يعني قبل ديك الساعات ديال النعاس ديالو ديال الليل كلها باش يقدر.
كذلك ناخذ واحد الوجبه يعني نعطيوها للطفل ديالنا قبل من موعد الرحله بواحد الساعه او ساعه ونص، وجبه اللي تكون مشبعه خاصه اذا كانت الرحله ساعات طويله، يعني يقدر الطفل يرفض انه ياكل في السفر، ف يعني يكون واخذ الوجبه ديالو اللي غادي تشبعو داك المده كلها. رابعا اقتناء واحد لعبه جديده او قصص جديده او كتب جديده حسب السن ديال الطفل. مثلا الطفل ديالك ديما كيقول لك بغيت ديك اللعبه الفلانيه ولا بغيت ديك الحاجه ولا ديك القصه ولا داك الكتاب، الا كنتي قريبه السفر خليها حتى تكون غادي تسافر وفاجئوا بها. فكره جيده جدا لالهاء الطفل في ديك الفتره ديال السفر. ناخذوا يا اما قصص للتلوين الا كان الطفل باقي صغير، ناخذوا فقط قصص مصوره بحال اللي خديت انا لشهد، كناخذ لها هكذا بعض القصص اللي فيها صور فيها حيوانات، فكنبدا نردد الاسم ديال الحيوان وهي كتردد مورايا، فكتكون واحد الوسيله اللي كنقدر نلهيها بها حتى الا ملات ولا بغات تنوض ولا بغات يعني توقف ولا شي حاجه كنلقى شي حاجه باش يعني كنسليها بها. ولا مثلا اللعبه اللي يقدر يلعب بها الطفل في المكان ديالو ويتسلى بها، يعني يدوز بها الوقت بحال اللي كنقولوا. لكن ما تكونش شي حاجه اللي يعني ديجا لعب بها وديجا شافها، يعني دغيا غادي مثلا ما غاديش يدوز بها وقت طويل، يعني تكون شي حاجه جديده عليه اول مره غادي ياخذها. يلا شريتيها له وكتعطيها له حتى لذاك النهار ديال الرحله. الا كانوا اطفال شويه كبارين في السن نخليوهم هما يختاروا الحاجات اللي بغاو ياخذوا معاهم في الرحله، يعني هما ياخذوا مثلا الحقيبه اليدويه ديال السفر ديالو يحطوا فيها مثلا كتاب بغاو مثلا يقراوه، قصه جديده بغاو مثلا يقراوها، ياخذوا مثلا الا كانوا كبار في السن طابليت ولا اي حاجه تقدر تسليهم، لان مهم بزاف بزاف. الطفل دغيا كيمل دغيا كيقنط ما كيبقاش يبقى يعني ما كيبغيش يبقى جالس في مكان واحد، فضروري هذا. خامس حاجه هي الحقيبه اليدويه اللي غادي نحط فيها كاع المستلزمات اللي غادي نحتاج في الرحله للطفل ديالي. اي حاجه تقدر تحتاجها تحط حداك تخليها حداك باش ما تطيحش في داك الموقف ديال ولدي مثلا كيبكي بغى حاجه معينه وانا ما عنديش ديك الحاجه كنقلب ولقيت راسي نسيتها. فشنو خصك تعمل؟ غادي تاخذ واحد الورقه او السيلو غادي تكتب فيها اي حاجه يقدر يحتاجها الطفل ديالك في ديك الساعات هذيك ديال السفر، ابتداء من الحفاضات، المناديل، الفوطه، وجبات صغيرة، يعني حسب مدة ديال الرحلة. لا كنتي مثلا غتسافر غير مدة قصيرة تقدر تاخد غير شي حاجة بسيطة بحال فاكهة بحال ياغورت، لا كانت الرحلة ساعات طويلة تقدر تاخد واحد جوج ديال الوجبات او ثلاثة ديال الوجبات خفيفة اللي يقدر ياكلها الطفل ديالك بسهولة. يعني نحاولو ناخدو الحاجة اللي غادي يبغي ياخدها بسهوله وغادي تعجبو غادي يفرح الى شافك عطيتيه ديك الحاجه هذيك ياكلها. ما نركزوش ديال لا ندي هذه الحاجه هذه لانها صحيه ونبقى من بعد ندبز معاه باش ياكلها وهو فيه الجوع، لا نعطى الله الايام فاش نعطيو الماكله الصحيه ونبقاو معاندين مع اطفالنا حتى ياكلوها. لكن في السفر ماشي مشكل نخرق هذا القانون هذا، ناخذ مثلا لي بسكوي واخا ما كنعطيهش بسكوي، ناخذ واحد الياغورت، ناخذ مثلا اي حاجه اللي تقدر تعجبو وياخذها بلا ما يعذبني. كذلك ناخذ واحد البيسه بالنسبه للاطفال اللي باقيين صغارين كيقدروا مثلا يخرجوا من الكوش ولا كيقدروا يتقياو الى خذوا الحليب، فضروري واحد البيسه نقيه ناخذوها حتى هي باش الى جاب الله وسخ يعني الملابس ديالو نحيدوها له بسهوله ونلبسوا له البيسه اخرى. كذلك ناخذ مناديل، ناخذ فوطه. المهم انا صورت لكم شنو خديت لشهد، انا سافرت من كازا لطنجه من يعني الدار البيضاء لطنجه وخديت البراق، يعني القطار فائق السرعه ما كيتعطلش ساعتين كنوصل قبل قبل كنت يعني كناخذ واحد 4 ولا 5 ديال الساعات، دابا لا مع القطار فائق السرعه الحمد لله. يعني من الحاجات اللي عملوها يعني كنشكروهم عليها هي هذا القطار هذا ما كيتعطلش ساعتين هانتي وصلتي. فما خديتلاش بزاف ديال الحاجات، خديت غا يعني الحاجات اللي قلت ما نعرف نقدر يعني نحتاجهم في ديك الساعتين. لا ما كنبغيش نجمع يعني في الصاك ديالي كلشي لاني يعني كنتلف ملي كنبغي نقلب لها على شي حاجه بغيتها لا كنبقى يعني ما كنلقاهاش دغيا. اذا عندي هنايا كلشي، هذه سبق لي كنت وريتها لكم، خديتها لها من ايسي وكيكي كتجي مزيونه. اذا جمعت لا كاع داكشي اللي غادي نقدر نحتاج لا. اذا عندي هنايا واحد الكتاب
فقط قلتي لها هكذا مع ثلاثة ديال الألوان. إلى قنطات ما بغاتش تجلس وما عارفين كيجيهم القنط وكيبغيو ينوضوا، فقلت نسليها به هكذا في حيوانات وكلمات صافي. وعندي هنا يا كوشه خديتها غير احتياط، ما نتعطلش بزاف يعني في الطريق، لكن قلت يعني خديتها احتياط. هذه اللي على شكل كيلوت. عندي بنانة، عندي هاد سبوفي، هادي بيرلي، وواحد الياغورت اخر. وعندي هاد المعطر ديال الجسم هذا، وصافي. وهاد الفويطه هذه على شكل رياقه، وهي فوطه يعني منا فوطه ومنا رياقه، يعني الا بغات تاكل دانون ولا شي حاجه باش ما توسخش يعني حويجاتها غادي نخشيها لها هكذا فراسه وصافي كتجيني. وصلنا لنهايه الفيديو، كانت هذه هي النصائح اللي بغيت نتقاسمها معكم، كنتمنى يكون الفيديو عجبكم وفادكم. ما تنساوش تخليو لي جيم الفيديو الى عجبكم، لان اكثر حاجه كتساعد الفيديو على الانتشار وعلى انه يوصل لاكبر عدد ديال الامهات اللي محتاجين هذا المحتوى هذا هما لي لايك ديالكم، هما لي جيم اللي كتخليوهم. اي سؤال، اي تعليق، اي اقتراح، اي موضوع بغيتوني نعملو في القناه خليوه لي تحت في التعليقات. وإلا كنتم جداد ما تنساوش تنضموا لنا، ضغطوا على الزر الاحمر اللي كاين تحت. السلام عليكم.